لعبة ماينكرافت مليئة بالايتمات والوحوش الاسطورية، لكن مع تطور اللعبة في كتير من الموبات والايتمات اللي كانت تحت انضاف وما انضافت يلي انحذفت. هيك بهذا الفيديو جبت لكم افضل 10 اشياء انحذفت من لعبة ماينكرافت. الياقوت كان لازم ينضاف بلعبة ماينكرافت بالتحديثات القديمة، ولكن ما انضاف لأنه أحد مطورين لعبة ماينكرافت كان معه عمل ألوان، والياقوت كان راح يستعمل بأنك تتقايد مع القرويين وتصنع منه أسلحة ودروع، لكن ما انضاف هذا الآيتم وراح للأبد. الجولدن ابل المطوره موجوده بلعبه ماينكرافت، بس ما فينك تصنعها، يعني فينك تلاقيها بالاستركشرات، معبد الصحراء، السفينه، هيك شغلات، اما بالتحديثات القديمه كان فينك تصنع الجولدن ابل المطوره. كل عليك لتصنع الجولدن ابل المطوره بالتحديثات القديمه هي انك تحط ابل بالنص وتحط حواليها بلوكات جولد مثل ما شايفين بالصوره قدامكم. الوايلد فاير هو موب كان بتصويت الموبات عام 2017، التصويت اللي كان فيه الوايلد فاير والجلوتين والبارنيكل والفانتوم اللي هو فاز بالتصويت. الوايلد فاير هو موب بيشبه البليز لكن عنده دروع، ولما تقرب عليه راح يضرب النار بشكل دائري وما في منه الا نسخة واحدة بالقلعة. الجلوتين هو موب رسمي بكل البايومات وبيستناك تحت الارض، وبس تمشي من فوقيه راح ينقض عليك ويضل يهاجمك لحتى يقتلك. البارنيكل هو موب بتواجد بالمحيطات والبحار، ولما تنزل على المي راح يسحبك ويخليك تغرق حتى لو كنت شارب بوشن التنفس، فلازم تقتله لا تنجو. الارنب القاتل او ذا كيلر باني، اذا شي يوم كنت عم تمشي بالعالم تبعك ولقيت ارنب عيونه افقيات وحمر، فانا منك عم تواجه الارنب القاتل. هذا الارنب كتير سريع وبيدمج تقريبا حوالي 4 لوب بالضربه، لكن إذا كنت ماسك جزرة هذا الأرنب ما رح يهاجمه، بتقدر تزوجه مع أرنب ثاني ويعطيك أرنب قاتل صغير. وهذا الأرنب ما انضاف بشكل رسمي على اللعبة، بس فينك تستدعيه بالأوامر. بوشن الحظ، ماينكرافت بتحديث 1.9 أضافت شيء اسمه بوشن الحظ، هذا الشيء موجود بقاعدة كرياتيف بس ما فينك تصنعه بالكرافتينج تيبل. بوشن الحظ جيد إذا كنت رايح على شيء ستراكشر أو عم تصيد، راح يحسن حظك كثير، يعني بالستراكشرات راح يصير يطلع لك جولدن أبل مطورة ودايموند وهيك شغلات، وأنت عم تصيد راح يصير يطلع لك كثير كتب مطورة وهيك. وفي كمان بوشن الحظ السيء، بس هذا مو موجود بقاعدة كرياتيف، بدك تكتب أمر مشان تحصله، وهذا عكس بوشن الخط تماما. الزومبي العملاق، في عام 2010 رفع نوتش فيديو على اليوتيوب للزومبي العملاق، وبعد بيوم ضافه للعبة ماينكرافت، وكان فينه يتحرك ويهاجمك وكان دمجه حوالي 25 ألف، لكن بتحديث 1.8 شال الذكاء الاصطناعي منه، فصار فينك ترسمينه بالاوامر بس ما بيتحرك ولا بيعمل شيء. الباندل هي مثل الحقيبه بلعبه ماينكرافت، وكانت بتسع 64 ايتم، اعلنت ماينكرافت انه راح تضيفها بتحديث 1.17، وبالفعل كانت موجوده بالسناب شوت تبع التحديث، بس بسبب الجليتشات اللي اكتشفوها اللاعبين وهن عم يلعبوا السناب شوت، ماينكرافت الغت الفكره، وفي تسريب بيقول انه راح ترجع تنزل بتحديث 1.20. الكاميرا، بتعرف انه بتحديث ماينكرافت 2012 اضافوا كاميرا؟ هاي الكاميرا كان فينك تستعملها انك تلتقط فيها صور وبتنحفظ بملفات اللعبة هي الصور، لكن بعد كم تحديث انحذفت هاي الكاميرا لأسباب مجهولة. وبس بما انك وصلت لنهاية الفيديو فانت اكيد عجبك الفيديو، هيك لا تنسانا باللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات وتابعني على حسابي بالانستغرام. بس شكرا على المشاهدة.